أحدث وأرقى عروض المهارات الجسمانية حبست أنفاس الحاضرين لمدة ساعتين من الوقت في عرض سيرج سوار العالمي الذي حط رحاله هذه المرة في دبي. أكثر من 50 فنانا من مختلف دول العالم قدموا لوحات فنية امتزجت فيها الموسيقى مع الحركات الفنية والأكروباتية المتناسقة. Dralin fuses the Chinese art of سيرك دراليون الذي يقدم هنا في دبي يعبر عن الحضارة الصينية، وهو مستوحى من تقاليدها وعاداتها التي تمتزج مع حضارة الغرب. وهناك أكثر من 25 لاعب أكروبات صيني في هذا العرض سوف يقدمون لنا عروضا مبهرة. يستوحي مهرجان سيرك سولي دراليون إلهام فعالياته من الفلسفة الشرقية لتحقيق الانسجام بين الإنسان والطبيعة ومن تقاليد وعادات الحضارة الصينية. ويتضمن السيرك شخصيات التنين الذي يرمز إلى الشرق والأسد الذي يرمز إلى الغرب. تمزج عروض السيرك دو سولي ما بين مسرح الشارع وعروض السيرك والأزياء، كما تركز على الموسيقى التي تلعب دورا مهما في أبرز العروض. تأسست فرقة سيرك دي سولي الكندية سنة 1984 وتعني سيرك الشمس، وبدأت الفرقة عروضها من خلال المشي على لوحات خشبية، ثم تطورت كمجموعة فنية تهدف إلى فتح الحوار بين مختلف الفرق الكندية، ثم أصبحت تجول معظم أنحاء العالم مجددة عروضها باستمرار، أخذة بعين الاعتبار التغييرات السياسية والاجتماعية التي يمر بها العالم. شرب الأبو ديوان العربية.